يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ابنتي تعاني من فقر دم شديد، وإذا صامت يغمى عليها، قد أفطرت أياما عديدة في شهر رمضان المنصرم، فما الواجب عليها وفقكم؟ إذا كانت تقدر على القضاء، يأتيها وقت تستطيع القضاء، يجب عليها القضاء. إذا كانت لا تستطيع القضاء، لا الصيام في رمضان ولا القضاء بعد رمضان بصفة مستمرة، هذه يطعم عنها عن كل يوم مسكين. نعم.